لحظات خاتمة هذه الأشواط المسائية. ينطلق شوط الجعدان اللقاية ومن يعتبر من ضمن أشواط الانتاج الخاص بمحميات أصحاب السمو وشيوخ. أتقدم مع الأسماء المتقدمة وتابع الصدارة الخلاوي على المركز الأول اسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميدي من يتابع في عملية التضمير والتدريب بالنقل للمركز الثاني وشاهين القادم من هجن سيح السلم عبد الله بن ثعيل بن هايري في المتابعة. المركز الثالث ياتي مساحة من هجن سيح السلم وعبد الله بن حمد عبيد بن حمد بن شنان المري في المتابعة العمدة. والمركز الرابع نتابع المركز الرابع مهيض القادم من هجن سيح السلم وفهد بن حصين بن فهد النعيمي في المتابعة. ولكن نتابع المركز الخامس يتقدم شاهين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. والمركز السادس من الجانب الآخر أتابع التقدم في هذه اللحظات من قبل ملفت القادم لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهياني مع بن عتيج من كسل الرميثي في المتابعة. ناخذ المركز السابع ويتواجد حساس من هجن القادم من هجن سيح السلم في هذه اللحظات وعبيد بن حمد بن شنان المري في المتابعة. المركز الثامن يتقدم نهار لاسمه شيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى وعيسى بن خلفان بشاوي الغفلي في المتابعة. ناخذ المركز التاسع ويتواجد في هذه اللحظات البارع القادم لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي في المتابعة. والمركز العاشر يتقدم شاهين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. هكذا هي النتيجة. نجان الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات مع خاتمة هذه الأشواط المسائية. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول وصدارة الأسماء في هذه اللحظات ومن يتصدرهن في هذا الانطلاق الخلاوي. لا زال على المركز الأول لاسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري في المتابعة. المركز الثاني شاهين من هجن سيح السلم عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري في المتابعة أبو سهيل. المركز الثالث نتابع شاهين القادم من هجن العاصفة في هذه اللحظات على المركز الثالث بمتابعة غياث الهلالي. المركز الرابع يتقدم حساس من هجن سيح السلم عبيد بن حمد بن شنان المري في المتابعة. والمركز الخامس يتقدم مهيض من هجن سيح السلم فهد بن حصين النعيمي في المتابعة. المركز السادس يتقدم شاهين من هجن العاصبة بمتابعة غياث الهلالي. ومن الجانب الآخر ملفت القادم لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيج الرميثي في المتابعة. وثامن مراكزنا يتواجد وينطلق مساحة من هجن سيح السلم عبيد بن حمد بن شنان المري. والمركز التاسع ياتي هملول من هجن سيح السلم سعيد بن محمد بن مروشد في المتابعة. وأول ندى لهملول. المركز العاشر نتابع القادم في هذه اللحظات المقنع القادم
لسيدي وشيخ حمدان بن محمد بن رينا المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيع الاكتفي في المتابعة. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء المنطلقة مع آخر أشواطنا المسائية، ومن ضمنها يعتبر من ضمن أشواط الإنتاج الخاص بمحميات أصحاب السمو والشيوخ. نعود إلى الصدارة، بدأت التغييرات عندما وصلنا إلى لوحة الإعلان 1200، غير في هذه اللحظات وتقدم حساس من هجنسيح السلام عبيد بن حمد بن شينان المري من يتابع في عملية التضمير والتدريب. شاهين من هجن العاصفة القادم على المركز الثاني بمتابعة غياث الهلالي. شوفوا تابع للاسم القادم والمتسلل هملول هملول القادم من هجن سيح السلام ويبغي النقطة الثالثة لهذا المضمر ولهذا الشعار. سعيد بن محمد بن مروش المتعب في المتابعة. المركز الرابع شاهين من هجن العاصفة القادم في هذه اللحظات، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. لحظات ما شاء الله، لحظات واقترابنا من خط النهاية. آخر الأشواط ختامها مسك وحساس، حساس على المركز الأول من هجن سيح السلام على المركز الأول وعلى الصدارة عبيد بن حمد بن شنان المري. ما شاء الله، روح العمدة بهذا الشوط، انطلق في هذه اللحظات، أصدر الأوامر على حساس بالانطلاق لكي يختم مسار هذه الانطلاقات المسائية من تحفة ميادين السباقات. تهانينا والناموس لهجن سيح السلام، تهانينا والناموس لعبيد بن حمد بن شنان المري العمدة. من تابع انطلاقتي حساس من خطف آخر الأشواط في هذه اللحظات يصل ليعلن الفوز والانتصار لهجن سيح السلام. المركز الثاني وصل هملول من هجن سيح السلام. المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة. المركز الرابع اللي وصل مهيض من هجن سيح السلام. والمركز الخامس وافي من هجن سيح السلام. هكذا هي النتيجة، هكذا والانطلاق في اللحظات الأخيرة، هكذا هي الانطلاقات. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول حساس من هجن سيح السلام خاطفا هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 7:42، 5 أجزاء من الثاني. تانينا والناموس كذلك للعمدة عبيد بن حمد بن شينان المري من تابع في هذا الانطلاق. المركز الثاني، نتابع المركز الثاني وتوقيت هملول القادم في هذه اللحظات من هجن سيح السلام 7:50 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من تابع في هذا الانطلاق والتحدي. المركز الثالث، نتابع التوقيت الزمني في هذه اللحظات، نتابع المركز الثالث وصول شاهين من هجن العاصفة 7:56 1 من الثاني. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا والناموس لغياث الهلالي، تهانينا والناموس للجميع.